بنص البر وتحت أشعة الشمس الحارة قدر أخونا علي الكعبي أنه يزرع أنواع كثيرة من الفواكه والنباتات اللي صعب أنها تنزرع في مثل هذه الظروف. إحنا اليوم في صالة الفواكه مع أخونا أبو أحمد وبنشوف حبه لزراعة هذه النباتات. أحمد، ليش سميت هالمكان صالة الفواكه؟ صالة الفواكه أول شيء هي صالة زراعية المحمية، والفواكه لأنها تضم مجموعة كبيرة واسعة من الفواكه اللي ما تطلع أو صعب ثمارها خارج البيت المحمي المهيأ أو المكيف. أشوف ما شاء الله براد، المكان بارد. هي مكيفة. درجة الحرارة كم هني؟ توصل الله يسلمك في يعني اليوم نتكلم عن 24-23 فترة الله. الظهر. إيه نعم. نتكلم الجو برا في الأربعينات تقريبا. صحيح نعم. توازن نفس الحرارة هني؟ الحرارة تعتمد على الرطوبة الخارجية، كل ما جاف الهواء الخارجي يعني وكان الهواء جاف كل ما عطت برودة أكثر، وكل ما زادت الرطوبة الخارجية ارتفعت الحرارة داخل البيت، لأن نظامها نفس التكييف الصحراوي. أيه. أحمد، متى بديت تحب هذه الهواية اللي هي زراعة الفواكه وزراعة الغريبة يعني اللي يقول ما موجودة عندنا؟ الزراعة بدأت معي أنا من 1996 أنا في الزراعة. نعم. وهذه في الأساس مزرعة الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. وكنت معاه أنا وتعلقت في الزراعة، يعني زياراتي المستمرة للمزرعة ومن ذاك الوقت من 96 كانت الزراعة العادية التقليدية اللي نشوفها. الزراعة التقليدية كانت أعلاف أصلاً، كانت نخيل وأعلاف. نعم. بعدها توجهنا للخضروات، والفترة الأخيرة يعني تتكلم عن 7 سنوات بديت في تجارب كثيرة، وكانت هذه من ضمن الصالة، هذه من ضمن التجارب اللي عملتها اللي هي مجموعة فواكه نادرة. وش أهم الفواكه اللي موجودة في هذه الصالة؟ والله أكثر من 32 صنف عندي من الفواكه. نعم. أهمها عندي القهوة، وقطفت منها السنة اللي طافت واللي قبلها. ما شاء الله شلون طلعت؟ ممتازة جدا ما شاء الله. نعم، هي قهوتنا القهوة الخولانية. نعم. زرعت الهيل وإن شاء الله متوقع أن خلال السنة هذه نقطف منها بإذن الله. إيه نعم. الحمضيات بأشكالها اللي هو البرتقال الليمون، صح تطلع خارجية لكن في شغلات تعطي استمرارية داخل الصالة مثل التين. التين قدرنا أن ننتجه طوال السنة في داخل البيت المحمي. هي لها أنت المكيف. بالضبط. نعم. نعم. نقدر نعم. نشوف هذه الأنواع. إيه نعم. تفضل. تفضل. هاي برتقال ذي. هاي برتقال بصر إسباني. نعم. إن شاء الله. أنا أخوي إبراهيم في الصالة هذه الأنواع اللي يعني أشوف أن زراعته وإنتاجيته أو نوعيته تكون يعني غير جيدة ألغيها على طول وأستبدلها. نعم. نشوف البرتقال يعني يطلع عندنا في قطر لكنه حامض لحمة، هذا شلون؟ لا، النوعية جيدة نفس ما قلت لك. أنا ما أحكم على الشتلة أو الأشجرة من البداية بحيث أنه يعني بس على شكلها، حتى على ثمرها وطعم، على إنتاجها. هذه وش؟ هذه ليمون تايلندي يسمونه ليمون الأصابع. هذه نوع من أنواع الليمون الجاف اللي ما يحتوي على عصير، يستخدمونه أساساً في منتجات التجميل، يستخدمونها في المنتجات العطرية، في بعض دول أوروبا يستخدمونها في السلطات. هو نوع جاف يعني من الداخل ما يحتوي ويسمونها أصابع اليد. أي شكلها أصابع. أي نعم. صحيح. هذه القشطة. هاي القشطة. نعم. هذه القشطة. سبحان الله تطلع عندنا. إيه تطلع كل سنة، الحين 4 سنين ناكل منها.
عندك الله يسلمك ايضا هذه الكيماكوات، هذه متوافره وموجوده في اغلب المشاتل والبيوت. ما تطلع برا، تطلع برا. خبرت تاكلها بقشرها. اي تنكل بقشرها بطعم البرتقال. وفي نوع ثاني اسمه الليموكوات بطعم الليمون، هاي كيماكوات بطعم البرتقال. شوف الصالة احنا معطينها الجو اللي قريب من آسيا. ايه شرق آسيا في رطوبة، فالأشجار اللي من شرق آسيا تنجح. على طاري الغزمي أخوي إبراهيم، شوف احنا نتكلم عن الموز الغزمي. أيوة زراعة الموز هني، لأن الموز أصلاً يعطيك ارتفاع لين 4 متر و5 متر، فبحكم الارتفاع عندي مغيد فما نجح الموز الكبير عندي. فقلت خلني أجرب الموز. جربت الموز الأحمر والموز الغزمي، فاللي نجح الموز الغزمي وناخذ منه شكله نفس العادي يعني. هي الموز الموز الأصفر. إيه نعم نفسه، بس من الشيارة ما تبقى. من أسبوع قاطف منه للبيت. إيه نعم ما شاء الله. إيه نعم. الجواف زرع نوعين، الجواف العادي اللي هو إيه جوافنا العادي، وفي الجواف التايلندي اللي من داخل الأصفر. هذا ايضا نوع من انواع التفاح التايلندي، ما يسمى التفاح المائي او التفاح التايلندي، نوع جاف وهش جدا، نوعيه ممتازه. ايضا في شتلات ناجحه مثل الكاري. اي نعم. الكاري هاي كاري. نعم اي نعم هاي شجره الكاري. هاي البان العماني، هاي جبتها من صلالة، شتلة صغيرة ارتفاعها تقريبا 40 سنتي. طبعا تنجح ناجحة برا، بس انا لان الصالة عندي موجودة فقلت خلني يعني احطها. ما شاء الله ابو احمد، هذه هالشيكو. شيكو اي نعم. في نوعين، في التايلندي زارع والهندي، والشجرتين مثمرات عندي من 4 سنوات. ما شاء الله. اي نعم تكبر هاي اكبر. هذا الحجم المفضل، بس في شغلات اخوي ابراهيم مثل الشيكو الحين لو قطفتها زين على سبيل المثال تكون صلبه، على اساس انه تلين تخليها برا في الوضع الطبيعي في البيت. مدة 3 أيام 4 أيام تحصلها. ما تحطها بالعيش نفس. لا 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 تحصلها انضجت وجاهزة. اي نعم اي نعم. هاي الله يسلمك نوع من انواع السنطر اللي بدون بذرة، النوع هذا الله يسلمك تركي. سكر وحلو ما شاء الله. اي نعم. الباشن فروت الله يسلمك عندي نوعين اثبت نجاحه داخل الصاله ما شاء الله، النوع اللي الاصفر والنوع البنفسجي من الخارج، يجيك بنفسجي او احمر. انتاجيته مرتين في السنه ما شاء الله. طبعا برا اذا تعرض للحراره تضعف الشتله، لكن اثبت نجاحه ما شاء الله هني. وطبعا دبايه نفس العنب بالضبط ويستوي لو اعطيته مجال بعد يمد. أيوة. يعني ما شاء الله انتاجها غزير يعني ما شاء الله. هذه الله يسلمك الكاكا. الكاكا اللي تجيك مثل الطماطة أيضا. أيوة. هذه من إذا قطفتها وتخليها برا. إيه نعم نفس الشيكو اللي كنت. أيوة. أكلمك عنها. أيضا عندي نوعين من أنواع الكاكا. أيضا التين نفس ما قلت لك أخوي إبراهيم. إن شاء الله جامع التين. إيه نعم لأنه صار له 5 سنين وأكثر عندي. التين اللي ميزه نفس ما قلت لك اذا هيأت للجو الصاله المكيفه ينتج طول السنه ما شاء الله. حسب تجربتي يعني اكثر من 3 أنواع كلها اثبتت نجاحها يعني داخل الصاله. هاي اللي كلمتك عنه الهيل. الهيل ما شاء الله. اي نعم الهيل يحتاج فتره على اساس انه يثمر ما شاء الله. انت شايف حجم الشجره شلون. لكن الله يسلمك بعد 4 سنوات تثمر. أزهرت عندي لكن ما 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 عقدت لأن في السنة الرابعة والخامسة تعقد، فمتوقع إن شاء الله على السنة الجاية
يعني بعد خمس سنوات نكتب. تنتج اي بس هاي كملت عمرها يعني كملت اربع اي نعم بالضبط. اخوي ابراهيم هاي القهوه الخولانيه اللي كلمتك عنها اي ما شاء الله اي نعم غريبه بحمد طبعا عندنا القهوه الجو مهيئنا لها ايه. طبعا بتلون هي ايه زين شلون لونها يصير حمر؟ اي يصير حمر يصير الله يسلمك عنابي عنابي اي وطبعا لها مراحل انك تجففها عقب ما تقطفها وكذا اي نعم هذه هي الحين خضراء طبعا اي نعم عقب الظهر تقشر احسن ونيه اي لا عقب تصير سهله شوف سبحان تصير الله تصير الله يسلمك عقب تصير سهله في التكشير الحين لان يعني لان النيه الحين ما استوت ونفس ما قلت لك لي لونت تنشف لها مراحل انك تجفف على الشمس وبعدها تشل القشر وتغسلها بس وتكون جاهزه ما شاء الله اي نعم شغف ابو احمد خلاه ياسس مركز تعليمي يعرض فيه الطرق المختلفه للزراعه ويعتبر نقطه مهمه لنشر الثقافه الزراعيه في المجتمع. ابو احمد ما شاء الله هاي الصاله التعليميه، شو اللي خلاك تسوي هذه الصاله؟ شوف اخوي ابراهيم انا خضت تجارب كثيره زين ونفس ما قلت لك في بداية الكلام ان سويت تجارب في كل انواع الزراعة فكنت اوثقها واصور يوميا تصوير بالتليفون تصوير وانزلها على حساباتي في السوشيال ميديا فكانت تجيني تساؤلات شو نسوي في هذه كيف نحط هذا كيف هذه زين ممكن نزور ممكن نجي ايوه رحبنا بكل الناس باب المزرعة مفتوح للجميع ووجهك فبدأوا الناس يجون مدير المزرعة هني ساعدني في أنه يوصل المعلومة يشرح حق الناس بدينا نثقف بدأت مدارس تتواصل ويانا من خلال الحساب هذه فجات الفكرة أنه بدل ما الناس كل يعني كل واحد يجي بروحه وكذا ليش ما نسوي صالة تعليمية تجمع هذه وبالعكس يعني نشر ثقافة المجتمع النهاية للغطريين للمقيمين لكل من يعيش على أرض قطر والحمد لله رب العالمين يعني خذت صدى الصالة هذه واستفادوا منها ناس كثير أبو أحمد وش طرق الزراعة الموجودة هنا في هالصالة؟ احنا بيني وبينك هدف يعني سعينا ان نغطي جانب كبير من الأنظمة السهلة اللي يقدرون الناس يستخدمونها انا في الصالة هذه ما اخدم المزارعين اللي على مستوى لان اصلا عندهم مزارعين وعندهم مهندسين فهدفي أوصل للطلاب وللأخوان والأخوات في الزراعات المنزلية فسويت الأنظمة اللي تخدم الزراعات المنزلية أكثر أنواع الأنظمة إيه نعم أنظمة الزراعة المائية الزراعة العضوية بالتربة إنتاج سماد الدود والطرق المختلفة من الزراعة المائية هذا احد الانظمه اللي في الصاله الزراعيه اللي هو نظام الاكوابونيك انا كنت اتكلم وياك من شوي بخصوص الحوض هذا هو زجاج احنا يعني مخلينا على اساس انه لان هو مثل ما تقول تعليم فيه سمك البلطي لكن يفترض انه يكون مغلق ومحكم الاغلاق عن ضوء الشمس طبعا مستخدمين فيه البيبات والاحواض نفسها هني احنا ما نسمد لان السماد بيضر السمك فما يتم استخدام يستخدمون سماد السمك بالضبط اي نعم فافضل المزروعات حق النظام الاكوا بونيك اللي هي نظام الورقيات وعموما انظمه البيبات الزراعيه هذه افضل زرعه فيها اللي هي زرعه الورقيات تتكلم عن البقدونس الكزبره الجرجير الخس بانواعه والنعناع أخوي إبراهيم هذا أحد أنظمة الزراعة المائية باستخدام الإضاءة معنى أن أنا أقدر أحط النظام هذه داخل البيت
وباستخدام الإضاءة أيضا يدخل ضمن أنظمة الزراعة المائية. يعني الماء مفعول داخل. إيه نعم أيضا عملية عملية دوران. وبس الفرق بينه وبين الأنظمة الثانية أن هذا فيه إضاءة. نعم. أبو أحمد ما شاء الله هاي كلها مزهرية دي. هذا الله يسلمك حوض من أنظمة الزراعة المائية يسمى الأحواض العائمة، بمعنى أن الجذور تكون عائمة داخل الماء. هي ألواح في اللين عائمة. شوف الطريقة. أي ما شاء الله. طبعاً والماء لازم يكون مفوت الماء هذا. أي نعم على أساس أن مستوى الماء يلامس الجذور. هذه أفضل الزرعات لها اللي هي الورقيات. بس ما قلت لك الخس، البقدونس، الجرجير، الكزبرة، الشغلات، النعناع، هذه الورقيات تقدر تزرعها وناجحة 100%. أنت ذكرت لي نقطة بخصوص السمك، ترى تقدر تستخدم سمك البلطي في الحوض هذه، لكن بدون استخدام الأسمدة اللي هي موجودة حاليا. الحين هذا في سمك يتحول من نظام زراعة مائية إلى نظام أكوابونيك اللي هو بالسمك. هذا بيبات، نظام البيبات نفس اللي تكلمنا عنه، لكن هذاك الأكوا بونك بالسمك وهذه بالمحاليل. الاثنين نفس الفكرة ونفس النظام، بس هذا بالأسمدة والمحاليل وهذاك بالسمك. شوف حتى لون المحلول الأحمر مبين. نعم اي نعم. عندنا أخوي إبراهيم النظام هذا اللي هو النظام احنا نسميه الجداري، ايضا من الانظمه الخفيفه. حتى تشكيله يعني لوحه فنيه لو بتحطها تقدر تحط فيها الورد، تقدر تحط فيها الورقيات، تقدر تحط جزء فراولة. الفراوله تقدر تحط الله يسلمك انواع الخس الملون وتشكل في على قولتك اللوحه الجداريه. صحيح. تشكيله واسعه. اي نعم ابو احمد. الحين متى نبذر ومتى ننقلها ونحطها هنا ومتى نقطف؟ يعتمد على نوع الـ النباتات اللي قدامنا. ياخذ الله يسلمك 30 يوم من تحط البذره و30 يوم لين تقطف، اجماليها تقريبا 60 يوم من البذره. اي اي إيه. لكن شنو لازم انت تكون عندك عمليه مستمره. يعني في الفتره الحين انا ما انتظر اقطف ولا وعقب اروح ابذر، لا ابذر اول باول. يعني كل تقريبا 15 يوم عندي عمليه تبذير بحيث ان اشل واركب اشل واركب وما اوقف. وما تقدر ابو احمد تسوي مثلا سيد والثاني والثالث. بالضبط بالضبط. يعني تقدر يوميا. بالضبط يوميا. بالضبط نعم تقدر تقدر توزعها على حسب الحجم اللي عندك. بما ان الهدف نفس ما قلت لك اخوي ابراهيم اللي هو تعدد الانظمه بشتى الوسائل، لازم ان الزراعه التقليديه او الزراعه بالتربه تكون موجوده وتكون حاضره من ضمن الزرعات المختلفه، على اساس انه في الصاله هذه يشوف الفرق بعينه بين الزراعه التقليديه. جميع الانواع. فاحنا بالطريقه هذه او في الصاله هذه دمجنا الاكوابونيك، دمجنا الانظمه المختلفه اللي شفتها سواء بالاضاءه، بالاحواض، بانظمه الانظمه الجداريه. فلابد من تواجد الزراعة التقليدية على أساس أنه يعرفون أيضاً طرق معالجة التربة وتسميدها. إحنا من التجارب اللي خضناها تجربة إنتاج سماد الدود من مخلفات المزرعة باستخدام دودة الأرض. سويت أنا معمل خاص فيني لإنتاج السماد في المزرعة وحق المزرعة عن طريق مخلفات المزرعة، مخلفات الخضروات. كل المزرعة تزيد فيها صح؟ كل المخلفات اللي موجودة. بديت بتجربة صغيرة ولين عملت معمل. المعمل الله يسلمك معتمد على دود الأرض، دودة الأرض. نغذيها بالمخلفات.
وتنتج سماد عالي الجودة. سبحان الله. نستخدمه في تسميد زرعاتنا والمزروعات اللي موجودة في المزرعة.